طلابي طالباتي، يعطيكم ألف عافية. في سلسلة حل الاشتقاق في جملة رقم 25، كريم wasn't able to speak Spanish till he was nearly 7 years old. في طالب راح يقول لي هاي الجملة فيها فاعل وفيها verb wasn't able to speak اللي هي modal verb مع speak، وفيها Spanish اللي هي المفعول به. طيب أستاذ محمد، ورا الاسم شو راح يجي هون؟ مستحيل فعلا وفعلا في داخل الجملة الواحدة ما بيجي. طيب هل بده يجي اسم اسمين ورا بعض Spanish fluency؟ مش راح تزبط. طيب وهل بده يجي ورا الاسم صفة؟ أكيد لا. لذلك هذا خيار غلط وهذا خيار غلط. دائما احنا بنحكي للطلاب إذا كانت الجملة مكتملة العناصر فيها subject verb object والجملة مكتملة المعنى، الأنسب إيش إنك تختاروا الحال. ليش؟ إنه الحال هو شيء زائد على الجملة، فلذلك إذا كانت جملة مكتملة العناصر إلجأ للحال. الحال بإيش بينتهي؟ بالواي. آخر طريق إلك خليه هو الحال. تمام تمام. سؤال رقم 26، فإن قبل الفراغ آن ورا الآن بيجي اسم، صح ولا لا؟ هيك المفروض. بس جينا نشوف في إنه أور أداة عطف vocational صفة. إذا كان في عندنا هون صفة شو لازم يجي عندنا؟ صفة. هدول الصفتين وصفوا مين؟ الكورس اللي هو الاسم. لذلك أنا بدي صفة أكاديمايز أكاديميك اللي هي تات بي ICE، والال واي غلط وآي اس اي غلط لأنها فعل. 27، في عندنا قبل الفراغ تو، ورا تو بيجي فعل إيش ماله يا جماعة؟ مجرد. كونسنتريت اي تي اي نهاية الفعل، شن غلط وكونسنتريتنج غلط، لذلك أستاذ محمد كونسنتريت. الآن بدي أطلب منك تحل 28 29 30 لأنهم الثلاثة مباشرات وما فيهم أي مشكلة. يعطيكم العافية.